الشحاتين في شهر رمضان. حاجة لله. تعرف يا ابني الحسنة في شهر رمضان بتعادل حسنات كتير جدا بالنسبة للأيام العادية، علشان كده حاول في شهر رمضان تعمل خير كتير كتير جدا. حاجة لله حاج، حاجة لله أستاذ. فعلا يا حاج، فعلا يا حاج، ده شهر الخير والحسنات طبعا يا حاج طبعا. طيب انت الراجل ده حاجة لله بقى. حاجة لله حاج، حاجة لله أستاذ. دبستني برضو، ده انت جيت. خد يا عم، خد خد 20 جنيه اهي، خد. ربنا يصلح حالك يا ابني، ربنا يصلح حالك. استنى هنا، انت رايح فين؟ انا ماشي بقى. هو اداك كام؟ 20 جنيه. طب بذمتك الدعوه اللي انت دعيتها ديت تساوي 20 جنيه؟ ايه ده يا عم، كمان شويه يا عم، ايه ما ترجع الباقي بس كده يا حاج. حاضر يا حاج، من عينيا يا حاج. روح يا ابني، ربنا يكرمك ويطعمك ما يحرمك ويديك على قد نيتك. ايوه كده، حسنات يلا حسنات. ادعي ادعي، يفتح لك الطرق المغلقه ويتجوزك البنت اللي انت بتحبها ويصلح حالك. بقول لك ايه يا حاج، معكش فلوس مجمده؟ كنت عايز اجمد الفلوس اللي معايا ديت، هديك فلوس فكه خمسات وعشرات وتجمدها لي. هو انت معاك كام؟ مش كتير، 2000 جنيه بس النهارده، الناس بطلت تعمل خير. مالكم في ايه؟ وسع كده وسع. هتشكوا يا رب، تعالى ورايا. حاجة لله. حملة إفطار صايم. حاج إيه الصور اللي أنت منزلها عندك دي يا حاج؟ مالك زعلان في إيه؟ زعلان وخلاص. احكي لي بس يا حاج، في ايه؟ عملت ذنب ورحت للشيخ عشان اكفر عنه، والشيخ قال لي لازم تفطر 40 واحد، وانا مش عارف اعملها ازاي دي، اعملها ازاي دي؟ 40 واحد؟ طب هقول لك، مش انت نشرت من شويه صوره بنت حلوه كده على النت، صح؟ لا دي نشرتها بالغلط وجيت احذفها ما عرفتش. طيب يا حاج، البنت دي اسمها صفينار، واحب ابشرك بحاجه هتفرحك. ايه؟ لقيت 40 واحد هفطره وبكفر عن ذنبي؟ لا يا حاج، الصورة اللي انت نزلتها ديت فطرت الشعب المصري كله، مش 40 واحد بس. لما امك ما تعملش اكل على الفطار. بقولك يا حاج، فاضل نص ساعة على المغرب وامي مش هنا ومحدش عامل فطار ولا حد عامل حاجة، هنفطر ايه؟ هي امك فين اصلا؟ عند الخياطة من الظهر ولسه ما جاتش من عندها. طيب انت بتعرف تطبخ؟ اطبخ؟ ايوه طبعا بعرف. امال؟ طيب خش اعمل لنا اي حاجة ناكلها. يلا. حاضر. الأكل جاهز لوحدك. حال المخطوبين في رمضان. أيمن أنا بحبك، أنت بتحبني؟ لا أستطيع. قول بحبك بقى. لا أستطيع التحدث، لا أستطيع. ما تهزرش بقى يا أيمن، يلا وقول. الله، هداك الله يا فتاة. بقى كده؟ أيوة كده، وابتعدي عني وعودي بعد المغرب. لما أبوك اللي يعمل لكم كحك العيد. حاج العيد قرب وعايزين نعمل كحك العيد. طب ما تخلي امك تعمل لك الكحك، انت جاي لنا ليه؟ ما هي مش راضيه. خلاص يا عم، هعمل لك انا الكحك. يا مسهل. اما انا هعمل لك النهارده شويه كحك، يلا هتاكل صبعك وراهم. ايوه بقى يا حاج، الكحك ده شكله هيبقى طعمه حلو قوي. هروح انا بقى احطهم في الثلاجه، قصدي الفرن. انا خلصت الكحك اهو، خد دوق دي كده وقول لي رايك. خد. هاتي 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 هاتي. شكلي كده كترت من الفلفل والكمون، كان لازم اخف شويه. السنه الجايه بقى. الأبوات البخيلة قبل شهر رمضان. شهر رمضان قرب خلاص، فاضل كام يوم، أنا عايز أكلم أبويا وأخليه يذبح عجل أو 2 أو 3 علشان يوزعهم على الغلابة علشان شهر رمضان. رمضان قرب خلاص والمصاريف جاية والزيت والسكر وحاجة خراب بيوت، أنا عايز أكلم الواد ابني يشوف لنا مائدة رحمن قريبة من البيت. حاجة كنت عايز أقول لك حاجة.
انا كمان عايز اقول لك على حاجه. طيب اتفضل قول يا حاج. لا قول انت الاول. لا والله يا حاج ما ينفعش، انت الكبير، اتفضل يا حاج قول. طيب كنت عايزك تشوف لنا مائدة رحمن كده قريبة من البيت عشان ناكل فيها في شهر رمضان يا ابني. ها حاضر هشوف. حاضر. طيب انت كنت عايز تقول ايه؟ كنت عايز اقول لما تفطر ابوك في رمضان. بقول لك ايه، النهارده صيام يعني كل اللي في البيت يصوم، اوعى الاقي حد فيكم فاطر، لا حد يقول لي عنده ظروف ولا حد يقول لي اصل انا تعبان. مفهوم؟ مفهوم يا حاج. حاضر يا حاج. تمام. ماما هو بابا مهتم بالصيام ليه كده السنه دي؟ ابوك دايما كده يا ابني، الصيام ده اهم حاجه عنده. تمام. ايه رايك مات لو خليته هو اللي يفطر النهارده؟ مستحيل طبعا يا ابني، وبعدين لو ده حصل ليك عندي حاجه كبيره جدا. قشطه هنشوف. بقول لك يا حاج، انا كنت عايز اتحداك تحدي. تحدي ايه ده؟ بتحداك ان انت تفطر النهارده. تعبيط ياض، انا افطر؟ ده مستحيل طبعا. هديك 1000 جنيه. هات ازازه الميه. جاهزه يا حاج، خد. تمام كده يا حاج، ليك عندي 1000 جنيه، هديهم لك المغرب. اشمعنى المغرب؟ اصلي بصراحه كده كنت مراهن امي على 5000 جنيه انها هخليك تفطر النهارده، وقالت لي هديهم لك المغرب. لما تسال الشيخ الشتيمه بتفطر في رمضان ولا لا؟ السلام عليكم يا عم الشيخ، كنت عايز اسالك سؤال. اتفضل يا بني. انا دلوقتي يا عم الشيخ كنت متعصب جدا جدا وشتمت اختي الصغيره، هل كده انا ابقى فاطر ولا لا؟ طيب كنت متعمد تشتمها ولا لا؟ لا 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 لا، مع اختي ما كنتش متعمد، بس بعدها بشويه بسال امي عامله عشاء ايه او عامله فطار ايه، فقالت لي بطاطس، فبصراحه كده اتعصبت واتعصبت جدا وكنت رايح شتمها، شتمتها شتمه كبيره جدا 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 يا عم الشيخ. استغفر الله العظيم يا رب. المهم يا عم الشيخ، بعد ما شتمتها رحت لابويا عشان اخد منه فلوس علشان اشتري شاورما من كنتاكي، فقلت له على فلوس قال لي معيش، قلت رايح شتم شتيمه كبيره 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 جدا يا عم الشيخ، هل كده انا بفاطر ولا لا؟ طبعا تبقى فاطر. طب بفاطر ليه؟ عشان انت عيل ابن كلب وسخ قليل الادب ما تربيتش. طب ما انت كمان شتمتنا هو، يعني انت كمان فاطر. بقول لك ايه؟ انا رايح اجيب شندوتشين شاورما من كنتاكي، اعمل حسابك في واحد؟ واحد ايه؟ ده ما يكفيش، اعمل حسابي في اتنين، بس بسرعه عشان جعان. طلاب الثانوي العام ليلة القدر. يا رب يا رب انجح، يا رب يا رب انجح، يا رب واطلع الاول، يا رب يا رب اجيب مجموعة كويس، يا رب يا رب اخش طب، يا اخش هندسة، يا رب يا رب يا رب. لا 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 لا، ايه ده؟ الشيخ ايمن ده ولا ايه؟ اصل النهاردة ليلة القدر يا حاج، وانا بدعي ربنا ان انا انجح واجيب مجموعة كويس واطلع من الاوائل. يا سلام عليك يا شيخ ايمن. طيب ليلة القدر ديت محدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى، يبقى انت هتعرفها؟ ده انت ما تعرفش مواقيت الصلاة. لا عارف. طب العصر بيأذن امتى؟ بعد الظهر. اه لا لا عندك حق. طيب قول لي، انت مستني ليلة القدر بقالك كتير؟ بقالي اسبوع. اه طيب بص كده في النتيجة. مالها يعني يا حاج النتيجة؟ ده انا طلعت حمار كبير بزيل طويل. لما ابوك يسهر طول الليل علشان يشوف ليله القدر. يا رب يا رب يا رب، وعدنا ليله القدر يا رب، وعدنا ليله القدر يا رب. الله يا حاج، انت سهران لحد دلوقتي ليه؟ مستني ليله القدر يا ابني، ربنا يكتبها لي يا رب، ربنا يكتبها لي يا رب. هي النهارده؟ بنسبه كبيره ان شاء الله يا ابني النهارده. ربنا يكتبها لك يا حاج. يا رب يا ابني يا رب. في صوت برق شكلها هي. هي ليلة القدر يا حاج صح؟ انا حسيت ان السما اتفتحت. اه هي. طيب انت دعيت قلت ايه؟ دعيت ايه؟ ده انا شخيت على نفسي من الخضة. لما تطلب من ابوك مصروفك وانت صايم. حاج انا عايز مصروفي. مفيش مصروف، احنا في رمضان، ولا انت فاطر؟ لا يا حاج صايم يا حاج، بس انا عايز مصروفي عشان احوش للعيد. يعني انت مش فاطر ياض؟ لا يا حاج صايم يا حاج، وهات مصروفي ما تغيرش الموضوع. هديك نص مصروفك بس عشان احنا في رمضان. ليه يا حاج نص مصروف يا حاج؟ حرام يا حاج، انا عايز مصروفي كله. حرمت عليك عيشتك، اصلا ما حدش بيدي حد مصروفه في رمضان، ده احنا في رمضان الناس بتصوم.
ولا اقول لك اسال الناس، لو بياخدوا مصروفهم كله هديك مصروفك كله، لو بياخدوا نص مصروفهم هديك نص مصروفك. حاضر هسالهم. شباب انتوا بتاخدوا مصروفكم كله في رمضان ولا بتاخدوا نصه؟ اكتبوا تحت في الكومنتات. رامز جلال الغلابه. والان مع فيلم سحليه الحمامات وصراصير البلعات. ما تلعبش معايا اللعبه دي. حاضر مش هلعب معاك، اصلا مراتي قالت لي ما تلعبش مع حد ما تعرفوش، بس ممكن تساعدني نعرف مين اللي سرق ذكر البط بتاعنا من فوق السطوح؟ ده ما يعرفش ان ذكر البط بتاعهم نزل عند السطح بتاع الجيران والجيران عملوه شوربه ونزل في مواسير المجاري. هتساعدني نعرف مين اللي سرق ذكر البط بتاعنا ولا لا يا فندم؟ للاسف ذكر البط بتاعك عمل حادثه وهو بيتمشي على السطوح. لا ما تقولش كده، ما تقولش كده. شد حيلك يا راجل، مش كده، ده انت اقوى من كده.